الحاجة الوحيدة اللي عنده فيها الحق سي هيثم والحزب الجمهوري هو أنه ما تمش استدعاءه للمجلس الوطني، وهذه ما هيش نداء تونس خاتين، ولكن هذه مسألة معناها بالهاتف تتحل. احنا اللي في الحقيقة نشوف شكون ياخذ القرارات هذوما السنة، ماهيش قرارات ماهيش قرارات، راهو فما حاجات نجم تصير بساهو عشقتي مريم، فما حاجات تنسيق الاجتماعات تنسيق. شوف بالنسبة اللي ضيف يستدعى الجمعيات ويستدعى كتلته، والجبهة الشعبية عندها المنسق متاعها يستدعى ممثله، كي تبدأ في الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية تستدعى الجمعيات وتستدعى عناصر الجبهة الشعبية، وإحنا عنا ممثل منسقة هي اللي تستدعى أحزاب الاتحاد من أجل تونس، والعكس بالعكس. شنو صار في الحال يعني ما في المجلس؟ والله ما نعرفش، لأني مسألة بسيطة أنه ما تمش استدعاءه للمجلس الوطني، ولكن مش هذا المشكل، هو المشكل اللي مطروح واليوم أصبح في الإذاعات وفي التلفز، معناه في الحقيقة ماهوش لايق، لأنه كما قال سي نجيب اليوم في الراديو التوانسة ماهمش يتبعوا فينا في عركتنا داخل جبهة الإنقاذ، وإحنا ما عندناش عركة، فما خلاف، والكلام هذا قلناه، قلنا راهو في التمثيلية السابقة وطريقة اختيار الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ راهو ما نجموش يكون واحد فرض والآخر سنة. ولكن شوف اش قلنا، قلنا ولكن نفكروا في قادم الأيام، أما قبل كل شيء نقصوا ما التصعيد الإعلامي اللي ماهوش في صالح حتى واحد. تو نلقاو نجموا نفكروا في إعادة تشكيل السياق، هذا ماهوش ناس تحب تقصي راهو تقول الكلام هذا. واضح سي نوردي، هذا موقف فني. باش نرجع لك سي عصام، باش نكمل النقطة اللي ما عندوش فيها الحق. باهي، تعرف سي عصام اللي في الحقيقة نتأسف له في كلامك، الحزب الجمهوري وقف مع نداء تونس، وقف احنا نقولوا له بارك الله فيك، اما هو ما عندوش مزيه، مش مزيه قناع بلادنا، كيف وليت تقول فيها في التلفزه، كيف تقولها في التلفزه، عمرنا لقناع اليوم كنت عم... خليني تو ما قصدتش عليك كيف تكلمت، تفضل تو هذا اللي ما نحب، ما عادش نحب نسمعوه، لانه الحزب الجمهوري وقت اللي تكون عنده مزيه على نداء تونس وعلى البلاد، مش دوره هو باش يذكر به. احنا البارح في الندوة الصحفية اللي عملها الحزب، رئيس الحركة ذكر به وقالها، وفي كل المواقع، ومش الجمهوري برك، كل حزب وكل شخصية وطنية قدمت لتونس، احنا دورنا وواجبنا ان نذكروا به. وقت اللي تذكروا بها انتوما تفقد قيمتها، واحنا ما نحبوهاش تفقد قيمتها. شكرا.